كمان دكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط كان ليها كلمة مهمة وقالت فيها إن حياة كريمة من أكبر المبادرات اللي بتسعى لتغيير وجه الحياة إلى الأفضل. قالت كمان لدينا إيمان راسخ بأن الإنجازات العظيمة كانت مستحيلة، لكن لا مستحيل مع إرادة شعب صنع حضارة عظيمة. تسعى الدولة لحشد كل الإمكانيات والموارد المتاحة للتوسع في الاستثمارات العامة، والتي زادت بما يتجاوز 7 أضعاف قيمتها بين عامي 2014 و 2021 لتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في كافة القطاعات. وجاءت المبادرة الرئاسية بتنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري، مبادرة حياة كريمة، التي تستهدف تغيير وجه الحياة إلى الأفضل لما يزيد عن نصف سكان مصر في القرى والريف، وهي تجربة تنموية مصرية خالصة تعد أكبر المبادرات التنموية الشاملة والمتكاملة في العالم، سواء في حجم مخصصاتها المالية أو في حجم المستفيدين منها.